بعض الكرايتيريا، بس راح اكتبهم كتاب هون الكرايتيريا اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار لما نختار. واحده منهم كانت البوزيشننج اكيورسي، السبيد رينج بوزيشننج اكيورسي. الثانيه سبيد رينج، سبيد رينج اوكي. وتذكروا انه سبيد رينج بنعبر عنها بالشكل التالي، مثلا 20 ل 1، 5 ل 1. احد الاشياء بهمني اعرف انه بده عندي سبيد رينج عالي ولا لا. الباور والتورك ريكويرمنتس كمان مهمه. والديوتي سايكل، ويمكن في شيء ما حكيناه كمان، سبيد رينج والديوتي سايكل كان يمكن لازم انا اضيفه كمان، نيد فور فيدباك، لانه احيانا انا بحتاج فيدباك، واحيانا الفيدباك بيكون جزء من المحرك. يعني السيرفو موتور ما بحتاج انا فيدباك، والستيبر موتور حتى ما بحتاج فيدباك. هون خلينا نحط هون كرايتيريا خامسه كمان، اوكي. خلوا لي هذول بالله ببالكم دائما، خلي هذول الخمس نقاط دائما امامك لما تيجي تختار اكتويتر مناسبة. السبيد رينج، الباور والتورك ريكويرمنت. هلا انا في عندي تيبل حطيتها هون، نحط التيبل زي ما هي. عندنا طبعا احد الاوبشنز هو ستيبر موتور، اوبشن ثاني السيرفو موتور راح احكي عنه المره الجاي، اي سي سكورل كيج اندكشن موتور. ما راح ادخل انا في الواوند روتر اندكشن موتور، احنا نركز احنا بشكل رئيسي على سكورل كيج اندكشن موتور. والدي سي موتور. هلا اذا جينا اطلعنا على، لو جينا اطلعنا على الباور تورك، اذا كانوا لارج طلعنا، هاي اول كرايتيريا. الان نطلع على الباور تورك، اذا عندي لارج تورك ريكويرمنتس فيري هاي، واضح. اذا عندي لارج هاي باور وهاي تورك ريكويرمنتس، عندي دي سي موتور في لو وفي هاي، وهذول عاده بنعتبرهم لو. يعني لما بنقول لو بالباور والتورك ريكويرمنتس عمالي بحكي هون عن يعني 10 واتس 20 وات، احجام صغيره جدا هون بال، بس هون احنا بنقدر نطلع لقيم عالية جدا. يعني هون احنا ممكن نحكي عن 100 كيلو وات او حتى 1001 ميجا وات، باحجام ضخمة جدا. الدي سي موتور ممكن يكون عندي سمول، ممكن يكون عندي لارج، لكن لا الى حد هدول التنين محدودين جدا. يعني ستيبر موتور عمال نحكي بتورك، لما بحكي بالتورك بحكي اقل من بحدود ال حوالي 10 نيوتن متر، يعني الرينج تبعي اعلى رينج، اعلى تورك بهاي الحدود. وحتى السيرفو موتور، السيرفو موتورز في سمول دي سي سيرفو موتورز، هلا في اي سي سيرفو موتورز، في اي سي سيرفو موتورز. لانه في حد سالني اظن السؤال، انا صحيح رحت تاكدت وجدت انه في اي سي سيرفو موتورز، بس معظم اللي انتم بتشتروهم الصغيره هاي اللي بتشتروهم هم اي سي. هذول بيستعملهم كثير في الريموت كنترول، السيارات الريموت كنترول والطيارات الريموت كنترول مستعمل كثير الدي سي سيرفو موتور. هلا هو السيرفو موتور بحد ذاته هو مش محرك جديد، هو عباره عن دي سي موتور محطوط في داخله باكج الفيدباك والكنترولر، الفيدباك والكنترولر والجيرنج، الفيدباك والكنترولر والجيرنج محطوطين كلهم في داخلها. ففي عندنا السيرفو موتورز ممكن ينقسموا لقسمين. السيرفو موتورز يعني بحدود نفس الشيء، بحدود ال 10 5 نيوتن متر بهذه الحدود. مش اكثر. ايش الدكتور بوصل عن قديش بوصل؟ يعني في 10 10 بصير كبير، يعني بصير بستعمل في اي سي. اوكي ماشي. اذا بتقول الاي سي ممكن يكون لارجر، ها؟ كمان غالي دكتور. تمام، عندك داتا شيت من الشاشه بدنا نشوفه. طيب اذا هذا بالنسبه للتورك، فانت احنا في البدايه اول ما بتطلع لما بتتسال السؤال بدك تشوف اذا كان عندي هذا فيري هاي التورك او الباور، مضطر بدي اختار سينكرون الاي سي. بعدين عندنا بوزيشننج اكيورسي، دكتور احنا ما دخلنا السينكرونس لانه غالي. ها
هلا سينكرونس موتور جديد الصحيح بدا يعني في هلا صار عندنا اوبشن اي سي سينكرونس موتور خصوصا البيرمننت ماجنت صاروا هدول الموتورات موجودين يعني بدوا ينتشروا بشكل كبير السينكرونس ما كان مستعمل قبل هيك بشكل واسع لكن الان صار في اي سي هو الاندكشن موتور هي انا حطيت اختصرت اسمه اختصار سكويرل كيج اندكشن موتور لانه اللي شائع هو سكويرل كيج اندكشن موتور شو الاوبشن الثاني الواند روتر الواند روتر هلا استعمالاته قليله جدا يعني صعب حتى تشتري لانه بوجود الفاريبل سبيد درايف صار استعمال فالنوع الثاني هو واوند روتر اندكشن موتور اختصاره W R I M. أوكي بس استعماله قليل قليل جدا وحتى تواجده قليل جدا. اللي شائع جدا الآن ال A C squirrel cage induction motor بنسميه the workhorse of the industry. Workhorse إذا تعبير بالإنجليزي موجود. يعني هو اللي بالقائمة 90% قائمة الصناعة عليه. على ال A C squirrel cage induction motor بنسميه the workhorse of the industry. ال A C synchronous motor صار متواجد جديد. وخصوصا اللي بيكون permanent magnet صار الآن موجود في AC synchronous motors وبقدر أحيانا حتى ما بحتاج gearing ممكن أستعمله بدون gearing بس هذا يعني new arrival ما كان موجود يعني ما كانش جديد يعني هلا بتلاقي في شركات لو دخلت تقدر تشتري permanent magnet synchronous motor طيب بالنسبة لـ positioning accuracy طبعا the best أحسن نوع اللي هو stepper motor والسيرفو وبعدين السيرفو عندنا هذا هلا لما بقول بور يعني هو بذاته بس انا بقدر ابني له سيستم اوكي فراح احط انا هون بور راح احطهم بين قوسين نيدز حتى هذا بنطبق على التنين من هون نيدز كنترول هلا باستعمال كنترول سيستم طبعا بقدر اعمل له شيء من عمليا بحوله بعمل له فيدباك وهذا سيرفو بتحول تمام واضح الكل فاهم هاي شو يعني؟ يعني أنا بقول المحرك لحاله poor يعني إيش ضعيف ها؟ ال positioning accuracy تبعته لكن أنا ممكن أبني له control system أبني له control system بعدين أتحكم فيه بشكل مناسب أنا الأيس هلا الأيس synchronous motor تقريبا اللي بنطبق نفس اللي بنطبق هون عندي هلا بالنسبة للpower والtorque requirements أنا اللي بعرفه من اللي بشوفه هو medium ما بعرف اذا صار في تطبيقات هلا يعطيني هاي باور بس هو بشكل عام ميديوم يعني بال10 كيلو وات 20 30 50 كيلو وات بس ما بوصل للفيري فيري هاي رينجز اللي موجوده هون والبوزيشننج اكيرسي نفس الشيء بالنسبه لهدول ميزه السينكرونس موتور احد الميزات اللي فيه انه بيعطيني جود سبيد كنترول جود سبيد ريجوليشن وين بدنا نحطها خلص هدول هلا بشملهم معها بنحطهم بس ستار السرعة آخر شيء راح أحط هون الحاجة لفيدباك قلنا S C I M اختصار لإيش؟ Squirrel cage. Induction طبعاً هو AC هذا by default. و W R I M wound. Rotor. موتور المكان الوحيد اللي رجع فيه استعمال للواند روتر اظن رجعوا يستعملوه في الويند تيرباينز كانه في له تطبيق في الويند تيرباينز اذا هون ريكويرمنت فور فيدباك ممكن استعمله بدون فيدباك وهون كمان بقدر استعمله له فيدباك انتجرال فيه وهون عندي Thank you.
رغم انه هلا هون بدنا نحط ملاحظه انه هلا باستعمال بعض الدرايفز الحديثه صار بامكاني اشغل الاي سي سكورل كيج اندكشن موتور باستعمال الدرايفز الحديثه بدون فيدباك. ماشي اوكي هاي واضحه.